الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا أن يعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية والأمنية والوطنية وأزمة الكهرباء والماء وبقية الأزمات الأخرى. اليوم عندنا مجموعة من المواضيع إن شاء الله نقدر أني ورأفة نوصلها للجهات المعنية، وبالتالي نتمنى من الجهات المعنية متابعتها أول بأول ليتم حل ولو جزء بسيط من هذه المشاكل. البداية أكيد راح تكون مع رأفة ومجموعة من العناوين. مرحبا رأفة. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية، وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة. لكن بالبداية خلونا نوحد الدعاء من أجل المرضى والجرحى الراقدين في المستشفيات العراقية، وأيضا ندعو بالرحمة والخلود لكل شهداء العراق الأبرار وأبناء الجيش الأبيض الباسل اللي أيضا ما ننساهم من دعائنا، وخاصة في هذه الأيام كون أنهم في مواجهة صعبة أمام فيروس كورونا هذا اللعين اللي بدأ يفتك بينا بشكل كبير جدا نتيجة الإهمال المتعمد أو الغير متعمد من قبل الجهات المعنية. نبدأ بالعناوين. مركز الوبائية في كركوك بلا كوادر طبية ومطالبات بمتابعة القضية من هناك. ومهاجرون عراقيون عالقون بين الحياة والموت في حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا. وأخيرا أهالي حي جسمان، معاناتنا لا توصف جراء انقطاع الماء وارتفاع درجات الحرارة في بابل. هذه العناوين والتفاصيل بعد الفاصل. الله بالخير مرة أخرى. الله بالخير رأفت. الله بالخير أزل. نحكي بشيء يعني بشكل مختصر عن كورونا. اليوم 9970 إصابة و66 وفاة، لا زالت تسجل أيضا يعني كورونا أعداد كبيرة. بالتالي نتمنى الوقاية، نتمنى اتباع الإجراءات الوقاية، ونتمنى التسجيل مباشرة. يعني هسه اللي يسمعنا وبعده ما مقتنع أو جاي يفكر أو متردد، روح ادخل على الرابط وسجل اسمك وروح للقاحات، موجودة مراكز كثيرة، أنت منطينك الاختيارات وتختار شنو تريد تلقح. فأعتقد أنه ماكو بعد حجة وسهلة، صارت مراكز قريبة كثيرا على بيوتكم ومنازلكم. فأتمنى أن يكون هناك دافع أكبر للذهاب مراكز اللقاحات، وبالتالي كل واحد يأخذ اللقاح، وعلى الأقل شوي نقلل من عدد الإصابات شوي. أنا جاي أشوف أن هناك الوعي صار أكثر، هناك تشجيع أكبر من قبل الكثير من الناس، بدأت تنشر حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، كل واحد يروح يلقح، ينزل الكارت ماله وينزل هو حتى الطريقة اللي أخذ بها اللقاح، ويشجع أهله وقرايبه وأصدقاء. إن شاء الله الكل يعني تنجح الخطة، يعني خطتنا احنا جميعا في تشجيع الناس ووعي الناس، سواء في البرامج الإعلامية في القنوات او على مواقع التواصل الاجتماعي. كنا يد واحدة من اجل انه نوعي الناس ونشجعهم، والحمد لله انا اقول بدينا نحصد ثمار هذه الحملة الكبيرة التي قام بها الجميع دون اتفاق، بس كل واحد من خلال مكانه شعر بالمسؤولية الكبرى أن يقوم بتشجيع الناس ووعيهم. ما لكم علاقة بالأصوات النشاز، إحنا كنا لقحنا والحمد لله يمكن فات أكثر من شهرين أو شهر ونص ما بينا، أكيد أنه صار لنا تقريبا شهرين أنه من أخذنا الجرعة الثانية، والحمد لله وشكر لحد الآن أنه إحنا محصنين نفسنا ومحصنين عوائلنا أنه ما تنتقل لنا الإصابة. ليش؟ لأنه إحنا 24 ساعة مرتدين الكمامة إذا كان داخل الدوام أو خارجه، حتى في أماكن تسوق أنه إحنا مرتدين الكمامة، كون أنه هذه من شروط السلامة والوقاية الصحية والحفاظ على أرواح الناس بشكل عام. لأنه ما ممكن أنه أنا اليوم أطلع بدون كمامة، وممكن أنه أنا أكون حامل للفيروس، وبالبداية أنه أنا ملقح ومناعتي زينة، فما راح أنه توقعني الأعراض ولا أنه راح يسخن بشكل كبير جدا. يعني أفكر بأناني ممكن أنه أطلع بدون كمامة عادي، لا أنا ملقح ما بي شيء، وبالتالي أكون سبب بانتقال العدوى لكثير من الناس اللي أنا صادفهم في يومي أو في ذهابي لأي مكان كان. الموضوع
مهم جدا انه هذه الاصوات النشاز تسكت، ولازم تسكت. وشلون راح تسكت؟ تسكت لانه اذا احنا بدينا انه نكون مصرين بالذهاب لهذه المراكز واخذ اللقاح راح يسكتون تلقائيا، وصدقوا نفسهم اللي كانوا يعترضون ويكونون نشاز راح يجون ويلزمون سرى حالهم حالكم وياخذون اللقاح ويقول لك ها إيه احنا اقتنعنا بعد وقت متاخر جدا، لانه شفنا الاعراض وشفنا الاصابات وايضا شفنا الوفيات بالاصابه بالكورونا خطيره جدا. هذا الموضوع جيد لحد الان، احنا متفقين انه عندنا اعداد، وايضا اكو تعاون كبير من قبل الجهات المعنيه اللي هي وفرت لنا جرعه كبيره جدا، اخرها كان 2 مليون جرعه اللي هي تكفي لمليون عراقي انه مستحق اللقاح او يروح يوقف على ابواب هذه المراكز ويلقح. لكن اكو ملاحظه بسيطه جدا، والملاحظه نتمنى انه الطرفين ياخذون بها، المراكز الصحيه او مراكز اللقاح وايضا المواطن. انت اليوم من رايح ليش تروح وتضطر انه تدخل لهذا المكان وانت ما ماخذ موعد على الموقع الالكتروني؟ وشيء ثاني انه انت ما مرتدي الكمامه، يعني هذا خطا، وهذا خطا كبير جدا. ممكن انه احنا نرجع ونقول ممكن انه انا كشاب انه اليوم انه حامل الفيروس بس انا مناعتي قويه انه ما يتبين علي راسا، لكن انه بعد اسبوع بعد 14 يوم انه اروح ويلا تتبين عندي هذه الاعراض. نتمنى انه تخلص هذه القضيه بشكل سريع جدا، ومن نروح للمركز انه نلبس الكمامه وناخذ الموعد قبل ذهابنا، خلي ياكدوا لك انه موعدك فلان يوم، لانه احنا دنروح ودنشاهد صور لمراكز مخصصه باللقاحات، دنشوف انه الناس كبيره جدا يعني او تجمعات كبيره جدا. يعني ليش ديصير هذا؟ لانه ماكو تنظيم من قبل المراكز الصحيه او من قبل المواطن نفسه اللي هو رايح على مود ياخذ اللقاح في احد المراكز المخصصه له في بغداد او في بقيه المحافظات العراقيه. حفاظا على صحتكم اخذ موعد بالبدايه وسجل على هذا الموقع الالكتروني الخاص بوزاره الصحه، كون انه هو سيستم ونظام عالمي كبير جدا، ومن ثم انه روح لهم واخذ اللقاح وترجع، وان شاء الله صحه وسلامه لجميع العراقيين، وان شاء الله يا رب بردا وسلاما على كل ابناء الشعب العراقي. احنا نبقى بموضوع كورونا وننتقل ايضا لكركوك حتى نسولف على المركز الوبائي اللي هو موجود في الحي الصناعي، اللي وصلت لنا مناشدات كبيره جدا حول انه لا وجود للكوادر الطبيه ولا المسعفين ولا ايضا الكوادر التمريضيه الاخرى داخل هذا المركز، ويتمنون انه هذه القضيه تصل بشكل سريع الى دائره صحه كركوك ومن ثم الى وزاره الصحه العراقيه حتى يحلون هذه القضايا. اذا كانت فعلا انه اكو نقص بالكوادر، فاحنا ما شاء الله عندنا خريجين عاطلين عن العمل بشكل كبير جدا، هم من المجموعه الطبيه وايضا اللي درسوا في كليات اهليه وحتى خارج البلد. يعني نتمنى انه هذه الدرجات الوظيفيه اللي تكون بالوقت الحالي ما متوفره، نتمنى انه نعطيها لناس تستحق حتى يخدمون بلدهم بشكل صحيح، وما نشاهد مثل هذه المناشدات في برنامج اهل المدينه في الايام القادمه. وارجع واقول بردا وسلاما على جميع ابناء الشعب العراقي، وهذه المراكز مهمه جدا ان تكون بها كوادر تمريضيه وكوادر طبيه وحتى مسعفه، كون انه خدمتهم هم من اجل الناس المرضى اللي موجودين داخل هذه المراكز. السلام عليكم. أنا من حي الصناعي لعدا باللحظه احنا دنعاني ولا احد جانا، لازم توفر بس ماكو كادر يعالجنا. يا ربي نتمنى ان تنقذونا من هذا الوضع. يعني هذه القضية فعلا بالوقت الحالي هي مزعجة جدا، لأنه احنا صار لنا سنوات عديدة واحنا ناشد ونطالب من الجهات المعنية بالحرص الكبير وعادة تأهيل كل المراكز الصحية والمستشفيات العراقية حتى نخلص من هذه المعاناة اللي يعانيها كل مريض أو كل مرافق داخل لهذه المستشفيات العراقية. يعني ما معقولة أنه ناس متأذية بسبب الإصابة أو بسبب الأمراض وهي تدور وتطالب الجهات المعنية حتى يوفرون كوادر تكون داخل هذه المراكز المخصصة للأمراض الوبائية. نتمنى هذه الرسالة تصل والمناشدة أيضا تصل بشكل سريع حتى هذه القضايا تحل، ومرة ثانية ما نشاهد لا كركوكلي يعاني ولا بغدادي يعاني ولا بصراوي يعاني بسبب نقص الكوادر أو إهمال كبير من قبل هذه الدوائر لمستشفيها اللي موجودة في كل المحافظات العراقية. يعني اليوم احنا وصلت لنا هذه المناشدة انه يقولون 44 مصاب
في هذا المركز الوبائي او العزل وبدون كادر، ويعني هي يعني شنو احنا تعودنا انه بتروح للمستشفى انت تاخذ فراشك وياك، تاخذ فراشك وهناك تجيب العلاج من برا، هسه بعد تجيب طبيبك وياك، تخابر انت على طبيب معين تقول تعال وياي للمستشفى. ما عندنا هذه بالعراق بالوقت الحالي انه طبيب يمكن يجي للبيت او طبيب، لا لازم انت تروح له، يعني بالمستشفى تروح تجيب دواك وتجيب فراشك ممكن الايام القادمه كل شيء نتوقع يعني طبيبك يعني نتوقع. ولا المركز فارغ، هذا يعني احنا منتهى اللامسؤوليه، حق الرد مكفول للمركز او اداره المركز، وايضا حق الرد مكفول لوزاره الصحه ايضا. القضيه يعني ايضا ضمن تفاصيلها، لانه يعني حقيقه المفروض نحكي بيها، يقال انه هي الموضوع ما يخص يعني مو الاطباء ما موجودين، هم متغيبين، هو المفروض انه يتم نقل مجموعه من الاطباء الى هذا المركز، لكن هناك جهات معينه ترفض هذا الموضوع يعني قضايا سياسيه. انا ما جاي افتهم هالقضايا السياسيه واحنا جايين على انتخابات، ليش جاي يدخلون حتى بموضوع ارواح الناس؟ يعني فهمنا اكو امور ثانيه ممكن يتدخلون بها، لكن هذا مال انه انقل فلان وانقل الكادر وقت هذا انا فارغ واجي. التنقلات هي اصلا بالاساس منذ سنوات عديده ولحد هذه اللحظه صعبه جدا في وزاره الصحه العراقيه، واللي يراد لها واسطه كبيره جدا يلا صح، لانه حسب الاحتياج هم موزعين كله ما تحصل، حتى طبعًا اذا كان ممرض، حتى اذا كان اداري طبعًا في مستشفى معينه، ما دام انه ضمن ملاك وزاره الصحه فصعب يتنقل. الا عندنا احنا هسه بالوقت الحالي وخاصه بهذه الفتره القريبه للانتخابات انه بدات التنقلات تصير بشكل كبير جدا، ممكن انه مركز الوبائيه بعيد، هوايه ناس انه يطلبون ينقلون لغير مكان، او زيان ممكن انه ناس تريد تجي لهذا المركز لكن او تروح بالضبط او مركز صحي أخرى بسيط. فأحنا يعني احنا دائما ما نقول انه ندعو ونكثف الدعاء من اجل ابناء الجيش الابيض الباسل اللي موجودين داخل المستشفيات العراقيه، فاحنا معاهم قلبا وقالبا، لكن هذه القضيه تعتمد بشكل اساسي على عدم التزام المسؤولين بالتوصيات الدستوريه من اجل الحفاظ على ارواح المواطنين، وهذا اللي يخلينا انه اليوم نسمع بهذه اللحظات انه ناس تشتكي من عدم وجود كوادر طبيه داخل المستشفيات وحتى المراكز الوبائيه. صح، لذلك نقول احنا يعني حق الرد مكفول وزاره الصحه، لانه الناس هسه تلوم وزاره الصحه، لكن صح هي لا حول ولا قوه، احنا ننتظر حاليا انه يكون هناك رد وتدخل سريع لانقاذ ارواح الناس. طيب خلينا نروح، احنا تعرفون انه احنا جاي نعيش ايام شهر محرم الحرام، وراح تبدي مثل كل سنه الاستعدادات، او بدت هي حتى من قبل اسبوع، يعني مثل كل سنه. هالسنه ايضا يعني سنه استثنائيه نتيجه كورونا، وهناك تدابير امنيه وصحيه اعدتها الجهات المعنيه، وايضا الناس، لانه يعني اشوف انه هالسنه الوعي اكثر حتى من السنوات من العام الماضي، ناس بدات تعرف انه كورونا، وكثير من العوائل فقدت كثير من الناس بسبب كورونا، فامام مسؤوليه كبرى، لا يمكن احنا انه نسوي اي شعائر حسينيه او غيرها دون انه احنا ما نفكر بارواح الناس. لذلك اكو تدابير كثيره الناس سوتها والجهات المعنيه، وراح يكون هناك تعاون كبير من اجل ان تمر هذه الايام على خير بالنسبه للصحه. فتعرفون احدى المحافظات العراقيه التي ايضا تستعد لاحياء هذه المراسم هي بابل، فراح نروح الى الحله مباشره مع مراسلنا سرمد بليبل حتى هو يطلعنا على اهم الاستعدادات، اهم الامور اللي راح اتخذتها المحافظه كحكومه وايضا كمواطنين. بنفس الوقت احنا ندعو مثل ما البارحه انا حكيت انه احنا يا ريت المواكب مو كلها طبخ، خلينا نفكر هالسنه يكون هناك تعاون واتفاق ما بين المواكب، انه انا اطبخ وانا انطي الفلوس او معونات غذائيه وسلات غذائيه للفقراء، انا اطبخ وانت روح وزع هاي الفلوس للمتضررين للمحتاجين للنازحين. هواي عندنا احنا للارامل للناس اللي تريد مثلا شغل افتح له ناس مصدر رزق، هواي عندنا احنا فرص خاصه بالعراق، هواي فرص موجوده، واحد عنده دين اروح اسدد الدين مالته وهكذا. خلينا نتفق حتى لا يكون كله طبخ واكل، ومن الممكن انه احنا نص الاكل هذا يرمى بالنفايات نتيجه يعني كثرته. اهلا بك سرمد، وإن شاء الله تكون هناك استعدادات واضحة المعالم حتى الناس تقتدي بها، تسمعها أصحاب المواكب اللي ما سمع يسمع، وأيضا الجهات المعنية أيضا تتعاون ويانا من أجل أنه إحنا نكون يد واحدة في هذه الأيام. مرحبا أزل، حياك فعلا مثل ما تحدثت بالموضوع، وهذه التحضيرات هي جارية الآن في مدينة الحلة. تعرفين الأجواء عاشوراء وأجواء محرم، مدينة الحلة أغلب المحافظات تمر من خلال هذه المدينة باتجاه كربلاء. مجموعة التحضيرات، هنالك توصيات أيضا من خلية الأزمة ومن الحكومة المحلية، هذه التوصيات تتعلق بكورونا، فيروس كورونا، وأيضا
خطة أمنية للزيارة مثل ما يحدث كل عام. إضافة أخرى أنه هذا العام ما راح يشد قطع للطرق داخل المدينة، راح تكون هنالك انسيابية في حركة السير، وأيضا هنالك تعاون مع هيئة المواكب بخصوص هذه التوصيات اللي مثل ما تحدثت أنت وتحدث الكل، أنه أهم شيء أنه الناس يلتزمون بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، من تباعد وكمامة وإلى آخره. إذا تسمحين أزل ويانا سيد محمود الغرابي، هو من هيئة المواكب الحسينية في مدينة الحلة، يمكن راح يعطينا مجموعة من التفاصيل أكيد. اللي حتى الناس وأصحاب المواكب كل المحافظة ممكن يطلعون عليها. أكيد. مرحبا أيام. سيد. نعم. مرحبا بكم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أنه تواجدت ويانا اليوم، الكاميرا المدينة موجودة من مقام رد الشمس. تحدث لنا شنو الإجراءات السنة اللي سويتوها بخصوص جائحة كورونا، هنالك توصيات للمواكب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. بداية أحييكم وأبارك لكم، شكرا جزيلا لهذه القناة، قناة الشرقية حقيقة اللي لها واقع في رحم، هكذا مناسبات تخص أهل البيت. لابد من التحية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، عظم الله لكم الأجر. ونحن على أعتاب ودخلنا في اليوم الأول والليلة الثانية لشهر محرم الحرام، شهر انتصار السيف على شهر انتصار الدم الطاهر على سيوف الله. حقيقة هذه السنة مثل ما تفضلت الأخت العزيزة من خلال مسامعي لها، أنه الوصايا تختلف لهذا العام على اعتبار أنه صارت ممارسات قبل سنتين سابقة. المرجعية اليوم خط أحمر، وحقيقة أوامرها لابد من تنفيذها. المواكب الحسينية اتخذت على عاتقها من خلال اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات التي سبقت هذا اللقاء، لقاءكم الكريم قبل يومين، وصار تحريض أنه من قبل هيئة المواكب على أنه المواكب تتخذ الإجراءات. شنو أبرز الإجراءات؟ أبرز الإجراءات التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، ولابد من وجود عناصر لتطهير الموكب أثناء مسيرة من خلال حملهم لآلة التطهير والتعقيم. وهيئة المواكب أخذت على عاتقها أن توزع التعقيم وتوزع الكمامات للمواكب اللي ما تستطيع أن توفي نعم. بالغرض المطلوب. هذا ده يحدث وراح يحدث مع بالتعاون مع مؤسسات الدولة من وزارة الصحة والدفاع المدني. طبعا بالمناسبة لهم الفضل والوقفة يعني المشرفة وزارة الصحة ورئاسة نعم. صحة بابل أو ما يخص الكادر الصحي في محافظة بابل، القوات الأمنية، كل الجهات المعنية، لكن هم هناك تبرعات وهم هناك وعاتق على هيئة المواكب، احتياجات معينة تحتاجها. طبعا بالتأكيد، يعني اليوم التعقيم لابد منه، لأن تدري هاي المواكب بنتيجة مواكب كثيفة الأعداد وتتبعها ناس معزين أيضا أعدادهم كثيفة، بالتأكيد اليوم ما راح يستعمل الكمامة من انطلاقة من مقره للمكان اللي في البيكة موقع مقدس أو ما شابه ذلك، قد من نتيجة التحرك. أكو تغيير يعني هو كورونا، أكو تغيير مواقع المواكب بالحركة، شنو راح تسيطرون على الموضوع؟ طبعا هو كل التغيير ما أعتقد، يعني اليوم هي العناوين ثابتة، لكن قد يكون هناك اختصار للمكانات اللي يفل بها الموكب. نعم. اليوم بدل ما يطلع موكب مثلا، على سبيل المثال نريد نقول موكب محلة الكراد، بدل ما يطلع من باب الحسين ويدخل بمدينة الحلة ويوصل إلى العلماء أو يوصل بالضبط. يمكن قريب عليه مقام رد الشمس، هاي هم مسافة قريبة وهم يقلل من الزحام وهم يقلل من تقريبا هذا التعرض للوضع. نعم. طيب. نعم أزل هذه. طيب هاي بالنسبة للمواطنين. من هيئة المواطنين. طيب. نعم. بالنسبة يعني الجهات الصحية والأمنية، هناك تحضيرات في الحلة بدأت؟ نعم أزل، راح تصير يعني خطة تشمل كل مناطق المحافظة، مثل ما أخبرتك محافظة بابل بشكل عام يمرون عليها الزائرين من مختلف أكيد. محافظات الشمالية والجنوبية، راح تكون هنالك مفارس صحية تقريبا بأغلب الطرق اللي يمرون منها الزائرين باتجاه كربلاء. تمام. نقطة أخرى، هنالك أيضا يعني توجيهات أمنية معينة تحدثنا مع قيادة الشرطة بخصوصها، راح تكون أيضا خطة أمنية محكمة للحفاظ على سلامة الزائرين والحفاظ على سلامة المواطنين بشكل عام. تمام. احنا يعني مثل كل سنة راح نستمر بالتغطية
إلى أن تنتهي هذه المراسم. شكرا لك سرمد بريبل، وشكرا لكل ضيوفك، وإن شاء الله يكونون على، يعني إحنا دائما نقول على قدر كبير من المسؤولية والوعي، لأنه إحنا في ظرف صحي استثنائي هالسنة، ونتمنى الناس يعني أيضا نستغل هذه المواقف في توعية الناس لأخذ اللقاح واتباع الإجراءات الوقائية، موضوع الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم، وإن شاء الله يعني يكونون هم بهم البركة وتعدي هذه الأيام على خير يا رب. فعلا هذه قضية مهمة، وخاصة في هذه الأيام اللي احنا نستذكر بها القضية الروحية قبل لا تكون هذه القضية الإنسانية، اللي هي ذكرى عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأخي أبو الفضل العباس والعائلة، عائلة آل بيت النبوة. هذا الموضوع علينا أنه شوي نستوقف عنده، خلونا نسولف بتفاصيل مهمة جدا. يعني احنا مع الطقوس، مع العادات والتقاليد اللي تربينا واللي عشنا واحنا نشاهدها وما نختلف أبدا، لكن بالوقت الحالي والأوضاع الاستثنائية اللي يمر بها البلد، وخاصة الأزمة الاقتصادية، لأنه احنا دائما ما نشاهد في هذه الأيام المؤلمة أنه نشوف بها تبذير كبير جدا، وأزل تحدثت يمكن قبل لا نروح للحلة، وأيضا تحدثوا بها في الأيام الماضية، ودائما ما نذكرها، أنه علينا أنه إذا نريد نستذكر هذه القضية الروحية، هذه القضية الكبيرة، أنه نستذكرها عند أشخاص معينين، عند ناس أنه هم يستحقون أنه تكون لهم الأجر والثواب. مثلا أنه إحنا عندنا أيتام، أنت إذا أردت تبحث عن الإمام الحسين عليه السلام فأبحث عليه عند الأيتام، صح. أبحث عليه عند الناس اللي محتاجة، عند الناس اللي ما تقدر تأكل، عند الناس اللي ما تقدر تشرب، وعند الناس اللي عندهم مرضى وهم ما قادرين أنه يسوون عملية أو يجيبون علاج لأبنائهم، صح. وهذا مهم جدا. يعني هو الحسين قضية إلهية، قضية إنسانية، قضية روحية مهمة جدا. فأحنا إذا أريد أنه نكون وأريد أنه نعزي الإمام الحسين بهذه الأيام ونعزي آل البيت بهذه الأيام، علينا أنه نغير ما في أنفسنا بالبداية. خلي نغير، خلي نبدي نمثل الحسين بصورة صحيحة، لأنه دائما ما نذكرها أنه بالزيارة يقول أتيتك عارفا بحقك، فأنت أعرف حق الحسين حتى أنه تتعنى له، حتى أنه تروح تشارك بمجالس العزاء، حتى أنه تلطم، حتى أنه توصل اللي أنت تريده أو الفكرة اللي أنت تريدها، يعني باختصار الأقوال. باختصار أنه الحسين عليه السلام مو مجرد لطم وبكي، ولا أنه أروح سيرا على أقدام من أي محافظة إلى كربلاء. الحسين قضية روحي، أرجع وأقول، فعلينا أنه نغير، لأنه إحنا في شهر الإصلاح، هذا الشهر هو شهر الإصلاح الحقيقي. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أنه نصلح أنفسنا بالبداية، وبعدين أنه ننتقل لإصلاح ما نريد نصلحه من هذا الوضع المأساوي اللي احنا عايشين به منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. فمهم جدا أنه نستذكر الحسين بمواقف حقيقية ونمثله بشكل جيد، ونكون على خطاه، فعلا نمشي على خطاه، كون يعني بإلهام الإمام الحسين، بعظمة الإمام الحسين لهذه القضية، كون بشجاعة أخيها أبو الفضل العباس، كون بكثير من الناس اللي ضحت بأنفسها من أجل خدمة هذه القضية الإنسانية. فلا أنه تغرنا المواقف اللي هي بها رياء واللي بها كذب وبها أمور أخرى، حتى أنه نسيء من سمعة هذه القضية، وخاصة في هذه الأيام. إحنا اليوم أمام مشاكل كبيرة جدا، من ضمن هذه المشاكل الهجرة الكبيرة اللي صار لنا سنين، وإحنا شبابنا وعوائلنا تروح وتهاجر بحثا عن العيش في أمان وسلام في دول أوروبية، في دول مجاورة، في أي دولة كانت. ليش؟ لأنه إحنا الوضع اللي عندنا أصبح مأساوي ولا يطاق بأي شكل من الأشكال. يقعد المواطن الصبح يريد يغسل وجهه ما يلقى مي، يريد يشرب مي ماكو، لازم يشتري، يريد يأكل لازم ما متوفرة بمفردات البطاقة التومينية، لازم أيضا يروح يشتري، يريد كهرباء ماكو، لازم أيضا يروح يشتري الكهرباء وينطي أجور لأبو المولد حتى أنه يقدر يبدي صباحه أو يقدر يبدي يومه، يروح لأي مكان كان. فيه معاناة كبيرة جدا، يعني ماكو أي شيء يلقى المواطن العراقي متوفر له، وخاصة في هذه الأيام. فالناس اضطرت للهجرة
والترحال بعيدا عن أهلهم، عن مناطقهم، عن مسقط رؤوسهم، حتى يقول لك أنه أنا أعيش باقي عمري بأيام وألقى ناس تقدم لي خدمة إيجابية إذا كانت صحية أو إنسانية أو خدمية في أي مكان كان. لأنه إحنا دائما ما نسمع أن الواقع الخدمي في كل بلدان العالم متقدم، الواقع الصحي متقدم، أي واقع من هذه اللي الأشياء اللي نحتاجها هي متقدمة جدا، إلا إحنا في العراق ده نرجع بشكل كبير جدا. صار أيام وإحنا نشاهد فيديوهات مؤلمة جدا لأي شخص يتابع، لأي شخص يشوفها راح يتألم من داخله، كون أنه إحنا نشاهد أطفال تحت الأمطار بالعراء، ماكو فراش، ماكو قطة، ماكو خيمة، وماكو مي، وماكو أكل، وماكو أي مساعدة، ولا أكو أي شخص من الجهات المعنية بالعراق تدخل وقدر يحتوي هذه الأزمة ويحلها ويرجع العراقيين العالقين بين الحياة والموت في الحدود اللتوانية مع بيلاروسيا. هذا الموضوع أمام أنظار السادة المسؤولين بشكل عام، ما راح أقول أن وزارة الخارجية ولا راح أقول القنصلية أو السفارات اللي تمثل العراق في هذه البلدان. نتمنى أن شكوى مسؤول من مكانه من موقعه يتدخل لحل هذه القضية وترجعونهم، لأنه الناس عالقين فعلا وديناجدون من أجل إيجاد مي لصغارهم حتى يربوهم بهذه الأيام الصعبة. أكو فيديو خلينا نشاهده حتى بعدها نسولف بتفاصيل أكثر مع أحد العالقين في هذه الحدود. وهذا الحال مال العوائل والناس، بينا قلت لكم أطفال كبار السن، ولا مي ولا شرب. وهذا اليوم الثالث احنا الان على حدود البيلاروسيه الليتوانيه، بس من الجانب الليتواني الجيش من طرفين محاصرنا وما قاعد يخلينا نعبر، وهاي الاطفال كلها تبكي من الجوع وقاعد تتلوى. هاي البنيه ماتت من العطش يا اخوان، يا عالم، شوف الناس راح تموت من العطش والجوع. اعتقد انه سمعتوا صراخ الطفله اللي هي تبكي، ماكو مي، برد، شفنا شباب انه يرجفون نتيجه انخفاض درجات الحراره بشكل كبير جدا في هذه الحدود، وخاصه هم في العراء صار لهم ايام، لكن ماكو اي حلول لهم تقدم لا من قبل الحكومه البيلاروسيه ولا من قبل الحكومه اللتوانيه. هم عالقين لانه يقول لك احنا الكل ما نقدر ندخل مهاجرين غير شرعيين، وهذا الموضوع انه صار مع كثير من الدول وكثير حدود انه مع دول بين بلدان واخرى، انه هي صارت هذه المشاكل. مثلا ابو اليونان اذا لقى زوارق للمهاجرين غير شرعيين في البحر انه يدفعهم، هو يوديهم للغرق، يعني ما تحملون يدخلون لليونان، ومن اليونان يدخلون لغير دول، وبعدين تجي هذه الدول انه هي تسوي اشكال. بس احنا لو نريد وهي وين القهر؟ قهر انه احنا العراق، احنا العراقيين يعني احنا نستقبل الناس يجون هنا يشتغلون وهنا يعيشون وهنا يسكنون، احنا ما عدنا، احنا ما عدنا هذا الوضع. هذا الوطن بدا يطرد اولاده، هاي الكارثه. هي هاي القضية اللي احنا تحدثنا بها، انه الوضع الاقتصادي المأساوي اللي اجبر كثير من الشباب والامني ايضا انه يطلعون، الامني الاقتصادي السياسي كل الاوضاع هي يعني بين قوسين. يمكن انه انا اذا اريد احكي او اريد انه اعبر عن هذا الوضع اللي نعيشه بالوقت الحالي، هو غير صالح للعيش طبعا أصلاً. باختصار غير صالح للعيش، يعني ماكو فد شيء. بس احنا شو نسوي؟ متحملين لانه ماكو حلول بديلة بالوقت الحالي، ولا انه اكو في الايام القادمه على المرأة القريب انه راح تتغير هذه الاوضاع ونعيش بحياه مرفهه حالنا حال بقيه البلدان. رأفت حتى نكون صادقين جدا، كلتنا مشاريع للهجره، ماكو واحد في العراق يتمنى، الكل يفكر اللي عنده شغل ما عنده شغل، لان احنا كنا نبحث عن امان. الانسان بدون امان لا يسوى شيء، وطن بدون امان هو مو وطن. احنا ما عندنا باختصار الامان، انت بتنام ببيتك ممكن تجي لك طلقه طائشه، هاي ابسط شيء. انت نايم ببيتك وممكن اذا تمرضت ما تلقى سرير تنام عليه، انت نايم ببيتك على سريرك وممكن اي يدخل لك حرامي ويقتلك. صح. احنا في وضع ما يشبه اي بلد اخر، فلذلك كنا احنا مشاريع للهجره. ماكو واحد ما يقول يتمنى حتى لو هو مريء، بس يقول يعني انا هذا شنو الوطن؟ هل من الممكن انه يستعدل يتغير وضعه؟ لا، هذول السياسيين يبقون على وضعهم، ناس فاسدين بواقين حرامية اللي جايين أتعس من اللي راحوا، وهكذا احنا على هاي مثل ما واحد يقول الدندنة مالتهم. فهذا الوضع يعني احنا يعني الأكو انا شفت على موقع التواصل الاجتماعي كل ناس يقول منو قال لهم يطلعون؟ منو قال لهم؟ هو غير ولا ما مجبور يطلع، ما يطلع يعني. هو لو عايش بحياة مرفهة، لو لاقي له فرصة عمل، لو عنده درجة وظيفية، لو عنده بيت ملك، لو عنده كهرباء، لو عنده مي، لو عنده واقع صحي، لو عنده تعليم، لو عنده تربية،
يعني معقولة أنه يهاجر؟ ترى ماكو واحد مرتاح وعنده كل هذه الإمكانيات هو ملتي ملياردير ويهاجر والله أنه شنو أبحث عن الهجرة. لا، ترى اللي عندهم فلوس اشتروا جوازات، يعني هو هذا الشخص لو عنده فلوس ما يضطر أنه يسافر أو يهاجر هجرة غير شرعية، لا، أنه يروح لأي دولة ويشتري من عندهم الجواز. وما شاء الله أن كل الدول بدأت تبيع جوازاتها كون أن هي جوازاتها متقدمة. صح. إلا إحنا الجواز مالتنا يمكن حتى تسلسل 180 أو 190 قبل الأخير بواحد، قبل الأخير بواحد، وهذه مشكلة. فإحنا للناس اللي تقول أنه ليش منو قال لهم يطلعون، لا طلعوا، يمكن أنه أنت عندك قابلية تتحمل بعد سنة أو سنتين، لكن هم خلاص أنه قابليتهم انتهت، أنه نفذت. وإحنا دائما ما نقولها، وخاصة مع بداية كل سنة نقول السنة المضت كانت أرحم، لكن أنه السنة الجاية رح تشوفنا الويل. وفعلا أنه 19 كانت مأساوية، قلنا بلكي 20، لا 20 كانت أسوأ، جينا قلنا بلكي 21 طلعت أسوأ، وخاصة عندنا بالعراق. طبعًا. أنه 22 الله اللي يستر من عندها، والقادم ممكن يكون أتعس في ظل هذه الظروف الصعبة اللي احنا نعيشها. احنا حتى نسولف بتفاصيل أكثر حول القضية ونشوف وين وصلت المناشدات، أحد استجاب، شنو الحلول اللي راح يسووها حتى يرجعون العالقين. يضمننا أحد الأخوة المهاجرين اللي هو محمد العراقي على ما أعتقد، من محمد العراقي من الحدود اللتوانية. مرحبا أخي محمد. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك صديقي. الله يساعدكم بالبداية ويكون بعونكم ويصبركم على الوضع المأساوي اللي أنتم تعيشون به. بعد ما نشرتوا فيديوهات وأنتم تعرضتوا لهذا الاعتقال المؤقت خلينا نسميه ما بين الحدود اللتوانية والبيلاروسية، وانتشرت مقاطع كبيرة جدا لكم ولعوائلكم، هل هناك استجابة من قبل إحدى السفارات اللي موجودة في الدولة اللتوانية أو الحكومة البيلاروسية؟ لو لحد هذه اللحظة ما سمعتوا مناشدة أو ما سمعتوا رد من قبل أي مسؤول بالحكومة العراقية؟ أهلا وسهلا بقناة الشرقية. والله العظيم إحنا عبرنا من الحدود البيلاروسية. أنا اللي أتكلم معاك، أنا من أهالي النجف. إحنا تقريبا أربع عوائل أو أربع عوائل أو خمس عوائل عبرنا من حدود البيلاروسية، توجهنا إلى حدود النيتوانية. فعبرنا حدود النيتوانية تقريبا 10 كيلوات اللي مسكنا هناك من قبل الجيش النيتواني. نعم. فمسكونا إحنا وعوائلنا، ما لا أذونا لا ضربونا لا في الشيء، طونا ما يعاملونا معاملة جيدة. نعم نعم، الصوت واضح عندك؟ الصوت واضح. بعد هذه المعاملة الجيدة وهم اعترضوكم، ما خلوكم أن تكملون مسيركم داخل مركز الحكومة أو داخل مركز الدولة بشكل عام، يعني وأنتم متجهين لطلب الهجرة أو طلب اللجوء في هذه الدولة. شنو اللي صار؟ يعني أنه بعد أنتم حكيت وياهم وقلت لهم إحنا عوائل عراقيين تعرضنا لظلم وتعرضنا لكذا، أو انطيتوا السيفي الكيس مالتكم مثل ما يقولون، شنو اللي صار؟ والله بالنسبة أنا أتحدث معه، كان ناشط مدني من 2011 في محافظة النجف الأشرف. نعم. وتعرضت إلى تهديدات وانخطاف هناك من قبل ميليشيات الأحزاب، والظلم الجاي نشوفه من ميليشيات الأحزاب بالعراق. نعم. فبعد ماكو عندنا وسيلة إلا الهروب من العراق، يعني ماكو بعد، يعني كل وسيلة ما عندنا. إحنا هربنا للاتحاد الأوروبي أو الحكومة الليتوانية نطلب الأمان ونطلب الرحمة من عندهم أن يشوفونا صورة حل. إحنا حد الآن إحنا ما حد محترف بينا كلاجئين كسجناء، عندهم نطلب عندهم الإنسانية أن ينظرون قضايانا، قضايانا يعني ما حد نظر قضايانا لحد الآن، ما حد شافنا في صورة حل ولا حد استجاب لنا من هذا الموضوع مالتنا. من أعرف إحنا سجناء طالبين؟ إحنا أنتم ناشدتوا الجهات الحكومية العراقية، لو أنتم هستد تناشدون إنه الحكومة الأتوانية بلكي إنه ترأف بحالكم ودخلكم. لا والله احنا ما ناشد الحكومة العراقية حبيبي، احنا حكومة عراقية ما عندنا، ولو هذا الكلام مو زين عليه، بس احنا حكومة عراقية ما عندنا. احنا جاي يحكم بلدنا ميليشيات والدولة العميقة. احنا لحد الان ما نعرف مصيرنا شنو. احنا اخ محمد. نعم. احنا بالوقت الحالي اللي نتمناه من عندك انه شوي، انه صح انت في وضع صعب بالعراء وصار لك ايام مع عائلتك، والوضع اللي دا تعيشه صعب جدا وماكو أي أحد يتحمله، وهو طالع من بلده وتارك أهله وتارك ناسه حتى أنه يبحث عن الأمان والعيش بسلام في دول أوروبية، لكن للأسف أنه منع
من دخول هذه الدول، فما لك بالوقت الحالي إلا أن تناشد الحكومة العراقية أن تتدخل بهذه القضية بمباحثات مع الحكومة اللتوانية، مع السفارة اللي موجودة عندنا في العراق، أو مع جهات الدبلوماسية اللي موجودة ما بين البلدين حتى تحل هذه القضية. فاللي نتمناه من عندك أنه أيضا توصلون مناشدتكم أو تصورون فيديوهات وتناشدون بها الجهات المعنية، وأكيد إحنا من خلال برنامجنا راح توصل إن شاء الله للجهات المعنية حتى تحل هذه القضية بالسريع العاجل وتشوف لكم حل حتى أن لا تبقون بالعراء، وخاصة في هذه الأيام الصعبة اللي تعيشوها مع عوائلكم. أخ محمد العراق شكرا لك وشكرا لانضمامك وأعطاك هذه التفاصيل حول العوائل العالقة بالحدود اللتوانية مع بيلاروسيا، وهذه المشكلة اللي إحنا ما دائما أنه نحذر من عندها ونخاف من عندها، يا بلا تجبرونا أنه نطلع ونهاجر لأنه راح نتأذى مثل ما تأذت هذه العوائل وقبلها أيضا كواي شباب بعمر الورد أنه فارقت الحياة غرقا في البحار ما وصلت أيوة. اللي هي كانت تبحث عن الهجرة وتبحث عن الأمان وتبحث عن الاستقرار في دول الجوار، لكن للأسف أنه هذا الوضع المأساوي اللي إحنا نعيشه في الوقت الحالي بالعراق. فعلى كل الجهات المعنية وعلى كل الناس اللي راح تشارك بهذه الانتخابات القادمة من المسؤولين أو من الطبقة السياسية عليها أنه تفكر بالمواطن العراقي وتفكر بمعاناته وتحاول تقللها ولو بشكل بسيط حتى العراقي يبدي يستقر ويعيش بهناء في السنوات القادمة في العراق، وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية المريرة اللي دا يعيش بها العراق. طيب خلنا نرجع للحلة. وصلت لنا مناشدة من أهالي حي جسمان بدون ماء. يعني أنا أعتقد هذا الموضوع أنا قاعد أقول لكم إحنا يمكن بالسنوات الجاية راح نقول هذا المكان بماء عجيب غريب، أو روحوا أخذوا من عنده ماء، لأنه راح تصير أغلب المناطق وأغلب المحافظات والمدن ما بها ماء للأسف. نشوف إحنا معاناتهم وتقولون يعني تعرفون حرارة مرتفعة ومحتاجين إحنا للماء، ووضعهم يعني لا يحسد عليه. شوف المعاناة وإن شاء الله يكون هناك متابعة من الجهات المعنية في الحلة يعني إيجاد السبب ومعالجة القضية إذا كانت يعني الحل سهل، وإن شاء الله يعني يرجع الماء لأن وضعهم فعلا يعني أرجع وأقول لا يحسد عليه، وإحنا بدون ماء ما نقدر نعيش. وتابع علي المسيب أوش لا مي لا كهرباء لا خدمات بيها لا كل شيء ما بيها نهائيا. يعني هذا المي نعاني من عدة صار سنين يعني أنا من الناس الأبي مات المي جوا باب حوشي الله شاهد ما يعني البعد ما ماكو متر ايش يعني شو اقول لك شبر ومي ماكو يعني لين 3 بالليل 3 ونص عود او شو ما تطفي الكهرباء عود نجر مولده يا راح احصل مي ويا ريت مي يعني نظيف. هم صار لنا تقريبا فوق الشهر نعاني من المي، لا عندنا مي لا عندنا هاي يعني بكل المعاناة ماكو غير يسوونا حل غير يسوونا مثلا طلبات تجيبونا مي توفر عندنا من الصبح للظهر نعاني من الماء كله سهرانين مي ماكو ما نشتغل عماله نجيبها منا 25 نروح نأجر تنكر ب 10000 ب 15 ندرس التانكيات احنا بشر لو حواوين هم نايمين على التبريد واحنا بهاتنا مستلقه الليل كله قاعدين ندرس مي ماكو مي نروح للنهر هذا النهر خايس شط خايس عمي نريد مي ماكو نريد نشرب ماكو اريد اطب نسبح كل شيء ماكو والعباس هسه انا بدي اطب اسبح الظهر ماكو اي مي ما نشرب من التانكي والعباس هسه كنا نريد مي عمي تعال من عنده مي بالبيت ما حد ابو ما حد ماكو قاعد يناشد على الحكومه نريد مي عمي ما نريد اعطونا كهرباء كل شيء ماكو. هذا كل ما كان عندنا اليوم في المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام وعلى الوطن سالم ومعافى ومنتصر في ملة. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم إلى اللقاء.